مراسل حلب اليوم يفيد بمقتل 6 مدنيين بينهم امرأة وطفل بانفجار سيارة مفخخة في سوق بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن وفدا تركيا سيتجه إلى روسيا اليوم الاثنين لإجراء مباحثات حول إدلب، مضيفا أن أكثر من 80,000 سوري بدأوا بالتوجه إلى الحدود. فريق منسق الاستجابة يقول أنه وثق مقتل أكثر من 215 مدنيا منذ بداية الحملة العسكرية على إدلب مطلع تشرين الثاني. مراسل حلب اليوم يقول أن عددا من عناصر قوات النظام بينهم ضباط قتلوا على يد فصائل المعارضة على جبهات للكبينة والحدادة بريف اللاذقية. فرع الأمن العسكري التابع للنظام ينفذ حملة أمنية استهدفت بعض عناصر التسويات المنضمين لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال شرقي دير الزور.